شركاً جرايد او مقالة عاصمة ده اهي مقدشو وكو قبتي جنرالك قدودك كاها الدولة فدرال كصوماليا يو مامول كيرشب اللي ابوكر حاجي ورسام حود ايو كاها اللي اريمر دورها وحلقان كتاقان دالكا ابوكر حاجي ورسام حود او مليشيات كيو هو قامينه يوليه كو سوغنيهين مقالة بلدوينيه حرونتو قبل كيران ايا مقالة مقدشو عاصمة ده دالكا شركاً جرايد او وكو قبتي ورباهينتا وحاو كفاها فاهي يسغب غبسيقا حلقان كرد حيا مدحدة وغوصة رئيسة دالكا اي جمهورية دا فدرالكا هاي سوماليا ايات المامين حلقان دالكا اوسان اوباهنين وحيس غوغبسيا وعانا دين عكالي اوصو هاد القاضي عيدا مدد دولة دا فدرالكا سوماليا اي جيسي مقالة دا بلدوين وحارون وها قوبال كهيران كواسي او اي دالبادين مدحدة دولة قبالات كهير شبال سيدا اوشيغي مدحوين وكو حيغانك دولة قبالات كهير شبال يوسف احمد هاقر دبقيد حود ايا شيغي إن ciidamadaas xilligan looga baahan yahay inay u shaqeeyaan si Soomaalinimo ku jirto ay noqdaan howlgalada lagu xaqiijinayo amniga guud ee maamulka Hirshabelle gaar ahaan gobolka Hiiraan waa ceeb dadkii aad u shaqeeyeen hortooda inay isku qabsataan aan la yahay marka farmaajo waa saragnay arintaas waxba kama u qabo Soomaalinimo uu istaagay رئيس الوزراء إن شاء الله ويسارك دونا أسيقنا وحن لينا سومالي فيري وإستاك سومالي ويحي كل باية لك حسي دين وحبادنا وكل بواجرين وأقنا لكن لك حدا ذن لك كرين وحن كود دالينا إنهم وحسوس شاقنا وحسوس رحنا سيوانا قلو قارو مرنا بقى لو ما دول قاعدين كرو اسخب قفسي دول الدهور اسخب قفستي فرماجة تيك كوريسي تيك لا اسخب قفستي مدول بقى اسخب قفستا يعني لما تدرس اسخب قفسي قال ودبر ديراتي وحي كل عيسى ومدة سوماليا ومدة سوماليا مركب كل عيسى وحي كل عيسى قد بدن صوص صعدة socially degi mowqifkiigu waxa waaye ciidan waa ciidan annana ciidan anahay ciidan kaas balweyna lagii haddu si Soomaalinimo u shaqeyn waayo wa soo celinayna haddu Soomaalinimo u shaqeyna waa ciidankii aan u baahneyn Umar Guxurbaynta City waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacag kaaga ma baxayso kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto bogga Facebook ama aad subscribe dhahdo channel-keena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteena oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya